خلال لقائنا مع الأطراف الكردية أنكس وبهايدي بخصوص هذه المبادرات الأخيرة التي طرحت من أجل توحيد الصف الكردي، أبدو لنا استعدادا كاملا لتقديم التنازلات ولتذليل كافة العقبات في سبيل إنجاح هذه المبادرة هذه المرة بعد فشل عدة مبادرات سابقة معروفة باسم هولير واحد، هولير اثنين ودهوك. وإن لقاءنا مع هذه الأطراف لوحدها لا يعني بأي حال عدم وجود أطراف أخرى معنية، هناك أطراف أخرى كثيرة معنية بهذه المبادرة. من کنه کل سرخابتی ابو، من اقاسه دل سرخابتی ابو، و کدین دوست کردان جه ولدان چه کردون؟ اینجا واتش تو نگش کی بنرن؟ اینجا با کن ناس بکن که ما ایت کد نزید، ایت کد نه، گوره ویا وی پیش نیاره مجبور راه بون. یعنی کن نخشری اکه به کن، چه ول افد بکن، چه ول ببینم. و تالی جی مجبور راه گود ما بود چه دست نبی، ما بکن مجبور با. استخمین دکم هی نه دوی چرچو بده. یعنی کانی او عالی ها نکود خازن نیست که افده بکن چه فکر چه و دنیرن نیرین آن ناس بکن پیراجی آنها بگو من به پیش نیاره خواه بنا هم جعالية هزين كردي هم جي جعالية هزين نغنتوي. الإعلام دور كبير في توجيه هذه النقاشات من أجل وحدة الصف الكردي بين الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا في روجافا. من المفروض في هذه المرحلة أن يكون هناك نوع من وحدة، يعني وحدة الكلمات أو المصطلحات لتوجيه سير هذه النقاشات إلى منحى إيجابي أكثر من أن يكون منحى سلبي.